بس بخير استاذ جعفر الرئيس. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فجعلنا الشياطين واتنا لهم عذاب السعير. فيها فجسا لهم خزنتها هل ياتيهم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فاسمح لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. رأيتم إن أصبح اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونحن في هذا المجمع المبارك إثر هذه الصلاة المباركة أن تغفر لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني. آمين. اللهم يا ربي اغفر له وارحمه. آمين. اللهم يا ربي اغفر له وارحمه. آمين. وعافيه واعف عنه. آمين. وأكرم نزله. آمين. ووسع مدخله. آمين. واغسله بالماء والثلج والبرد. آمين. ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثمرات من الدنس. آمين. اللهم أبدله دار خير من داره. آمين. وأهلا خيرا من أهله. آمين. اللهم لا تحرمنا أجره. آمين. ولا تفتنا بعده. آمين. لنا وله. آمين. اللهم يا ربي قدس روحه في الجنة.
الجنه. امين. اللهم يا ربي قدس روحه في الجنه. امين. اللهم يا ربي انزل عليه شآبيب الرحمه والرضوان. امين. اللهم يا ربي انزل عليه شآبيب الرحمه والرضوان. امين. اللهم يا ربي وسع عليه في قبره مد البصر. امين. اللهم يا ربي وسع عليه في قبره مد البصر. امين. اللهم يا ربي انسه في قبره بملائكه الرحمه. امين. اجعل يا ربي قبره رياض سمريه الجنه. امين. اللهم يا ربي اجعل روحه مع ارواح الانبياء والشهداء والصالحين في جنة الفردوس. امين. كما نسالك يا ربي ان تغفر لمولانا محمد الخامس. امين. اللهم يا ربي اغفر له وارحمه. امين. اللهم يا ربي قدر روحه في الجنه. امين. اللهم يا ربي نور ضريحه. امين. اللهم يا ربي اجمع بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. امين. كما نسالك ونتوجه اليك ونحن في هذا المجمع المبارك مجمع اهل الفضل والشرف مجمع اهل الذكر والقران أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل الوطن والدين جلالة محمد السادس. اللهم يا ربي انصره ولا تنصر عليه. اللهم يا ربي انصره ولا تنصر عليه. اللهم يا ربي وفقه الخير وأعنه عليه. اللهم يا ربي احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم يا ربي احفظه بما حفظت بيدك الحكيم. اللهم يا ربي احفظه بما حفظت بيدك الحكيم. اللهم يا ربي احفظه في حله وترحاله. آمين. اللهم اعلي به رايه الاسلام. آمين. اللهم اعلي به رايه الاسلام. آمين. اللهم يا ربي بارك له وعلى يديه. آمين. اللهم يا ربي بارك له وعلى يديه. آمين. وحقق مطامحه واماله. آمين. واجعل كل عسير لديه يسيرا. واخر اللهم عينه بالحسن وبالحسن. وامت اللهم نبتا حسنا. امين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا اللهم على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.